مشاهدينا هلا والله اتحداك التشكيل البطلة اهم شيء ولا لاعب من اللي بالي بالك يلعب اليوم. حسان من الشباب وفي راس من الفتح والباقي من الزعيم العالمي يا ابوي. اهم شيء اصمل على كلامك الطاقية، مو بذا اللزخنا خمسة ستة تقول ما لي دخل. وربي قهر ليه ما لعب العبود؟ نبغى واحد من الانت في التشكيلة. مهي مشكلة، المالكي من راح مع الهلال ما لعب ولا مباراة، تقدر تعتبره للحين مع الاتحاد. خلاص انكم جرات انتم، كملوا يا عيال فضولكم كملوا. اصلا هذه المباراة تمرين بالنسبة لنا. ما لكم تشبحوا؟ افطروا، هيا افطروا. طيب طيب. هلا والله، مساء الخير. بسم الله الرحمن الرحيم، وش تبي انت؟ هلا عامر، بدأت المباراة ولا باقي؟ هلا والله وحيد، من ذولا؟ هذول اخوياي الونيس ومشاعل، توي تفرجون المباراة عندي لكن للأسف ما عندي اشتراك، قلت مالي لاستراحة العيال. سلامات، تبي تسوقها علي انت؟ المباراة منقولة بالمفتوح، رشفها ببيتكم. يا ابن الحلال تعال يا عامر، خلاص وصلنا، بعدين نبي تشجيع ونبي حماس، يلا يا عيال. مثل هذه الأيام عشقنا كرة القدم، جيل 94 وصول دور 16، العبران وسام الجابر والدعية مخلدين في الذاكرة إلى الآن، جيل سالم وسلمان والعويس يستحقون الوصول والفرح يا عامر، أكثر من مليار شخص ينتظرون هذه القمة، مثل إيطالي يقول كوراي معناها تحلى بالشجاعة، كوراي لشخصيتكم، كوراي ل 40 مليون خلفكم، المباراة هذه لو فعلتوها في لوسيل 86 ألف متفرج حتبقى عالقة في الأذهان 20 سنة مقبلة، اليوناني يورو 2004، كوريا 2002، بورتو ويفا تشامبيونز ليج 2004، ما حد توقع هذه الامور، البرتغال يورو 2016، صعبه بس ما هي مستحيله، لجل هذه الايام عشقنا كره القدم، عامر احتاج قلبك، تصفيدك، صوتك العالي، اليوم كلنا وقود للاخضر السعودي، فاموس 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 عامر، فاموس عامر، الصعوبات وجدت لكي نتجاوزها، فاموس 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 فاموس. يا اخي لك 8 سنين وانت ناشب لي هنا يا اخي، مباراه الهلال واوراوا، مباراه الهلال وسيدني، يا اخي ليش مستقعد لي يا ابن الحلال؟ ولا علشان هلالي وانت نصراوي؟ اليوم مباراه المنتخب تكفى باستئذان، مو عشاني، عشان الوطن. النظام يقول الساعه 2 ينتهي الدوام، ولا تبيني اخالف النظام؟ لا تخالف النظام يا ابن الحلال، بس الساعه 2 بيفوتني الشوط الاول ونص الشوط الثاني. منك دقيقة بس. هلا والله، حلو حلو، أجازة رسمية من الحكومة. شف شف، ما قاعد أفتن عليه. شف بلا عشان نيتك سودة، لو إنك سامح لي قبلها بدقيقة كان كسبتها جميلة عن طيب نفس. بكل أدب بكل احترام، السلام عليكم. اهب يا وجهه. تنطلق المباراة إذن إلى حد الحكام. وش السوات الحين؟ لو كل واحد من عيال الحارة طق الباب وفتحنا له، عز الله بنقعد برا بنخلي الخيمة لهم. إن شاء الله ما حد يجي. يا رب، انطلقت قمة المتعة والإثارة بين التانكو والصقور. سلامات يا بوي. عندي موهبة التعليق. عندك موهبة التعليق؟ حتى أنا عندي موهبة التعليق. التعليق فوق الخيمة، أخليك تشوف المباراة بالمقلوب. تسكت يا ورع ولا سكتك؟ سم. أسكت، لا تضحك. هذا لا يحدث كل يوم. تبي تشوف المباراة معه أنت؟ وين؟ بالمقلوب فوق. لا 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 لا. عامر، هذا صديق أنا سوا، وأشوف مباراة وما بتلبسه. أبلش. باكستاني سوا سعودية، إن شاء الله كله فوز. إن شاء الله كله فوز. كله فوز. حياكم الله يا صديق. تعال 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 أنت وخيار. هذه كيكة المنتخب وصلت. كفو كفو بنيتي. هايبة، وش توقعاتك المباراة؟ الأرجنتين فريق صعب بالحيل، بس عيالنا إلى لعبة وبروح وقتالية، النتيجة عند رب العالمين. السلام عليكم، ها بدت المباراة؟ توه ما لها دقايق. تعال سليمان، تعال جنبي أقطع لك من الكيكة. لا لا يا أمه، خليها بعد المباراة. يحيى العب، يحيى
حسن مقهرون مقهرون. والله ما فيها شيء يا حكم، مش تظن؟ آه يا الجندة مدور، آه يا سيناريوهاتك المتقلبة، ضربة موجعة. هذا حكم ما في سيدة. على أساس دحين الأرجنتين محتاجين البلنتي عشان يسجلوا. يا بويا واضحة، يجاوب له ميسي. يا عيال اللي عنده رابط بث المباراة يرسل لي على الواتس. ايش اخفكنا انت؟ فاضي لك حنا. شوف ذا وين جالس. تعال كذا. يلا شوف. كفو كفو يا الأسطورة. هذا الأول والباقي بعدين. والباقي بعدين. والباقي بعدين. ايه؟ مجنون انت؟ انت ما في مسلم؟ ما هو؟ انا مسلم غصبا عنك. ايه ايه سلامات. لا تشخصنها أنت بعد، تراها كورة لا تشدها. بسم الله الرحمن الرحيم. سلامات سلامات، أنت وياه هذه استراحتنا ولا توقيف النصرية؟ أقول ترنا قاطين في الاستراحة علشان ناخذ راحتنا. على جيتك، سجلوا علينا هدف يا وجه النحس. بسم الله عليك، بسم الله عليك يا وجه الخير. أقول ترى أنت قابل وجهك أساسا يغث، أروح أشوفه في رابط أحسن لي. وين عالي؟ ها انقلع. ترى قاط. اسف يا اخوي. ابوك البجاحه. ريان عزوز حاضر المباراه. اي والله هذا هو يقول بيروح مكه. كذاب. يمينك